قال ابن عباس: كنت مع علي بن أبي طالب فسمعنا الصيحة على عمر فقام وقمت معه حتى دخلنا عليه البيت الذي هو فيه، فقال: ما هذا الصوت؟ فقالت له امرأة: سقاه الطبيب نبيذا فخرج مشكلا، وسقاه لبنا فخرج. فقال: لا أرى أن تمسي، فما كنت فاعلا فافعل. فقالت أم كلثوم: وعمراه، وكان معها نسوة فبكينا معها، وارتج البيت بكاء. فقال عمر: والله لو إن لي مع الأرض من شيء لافتديت به من هول المطلع. فقال ابن عباس: والله إني لأرجو أن لا تراها. وقال: أنت أمير المؤمنين وأمير المؤمنين وسيد المؤمنين، تقضي بكتاب الله وتقسم بالسوية. فعجبه قولي فاستوى جالسا فقال: أتشهد لي بهذا يا ابن عباس؟ فكففت، فضرب على كتفي وقال: أشهد لي بهذا يا ابن العباس؟ قلت: نعم أنا أشهد. وقال له ابن العباس: يا عمر، كان إسلامك عزا وإمارتك فتحا، ولقد ملأت الأرض عدلا. فقال: أتشهد لي بذلك يا ابن العباس؟ فكأنه كره ذلك. فقال لي علي بن أبي طالب: قل نعم وأنا معك.